شكرا لك يا أمين. يا أهلا. ومن جديد عدنا الآن إلى هنا، هذه المبادرة التي تقيمها مجموعة فضاءات ومؤسساتها بالتعاون مع شبكة التلفزيون العربي، وذلك التزاما منها كما تحدثنا بمسؤوليتها تجاه المجتمع بالتزامن طبعا مع اليوم العالمي للمرأة. ونعود هنا إلى يعني المشاريع الصغيرة للنساء المعيلات لأسرهن، هذه المشاريع المميزة، ونبدأ هنا بمشروع لسيد سيدة تماضر العدوان، مشروع زعترتي. سيدة تماضر أهلا وسهلا فيك. سيدة تماضر، بالبداية أخبريني أكثر عن ما تقدمينه، ويعني هذا المشروع وعنوانه زعترتي مميز جدا، أخبريني أكثر. المشروع سميناه زعترتي لأنه هو مشروع عبارة عن زعتر، هي معجنات أردنية فلسطينية تراثية بلمسة عصرية عملناها، حطينا فيها الأجبان النابلسية، سماء العجلوني، زيت الزيتون الأردني الفلسطيني، وطورناها وعملنا أشياء يعني جديدة. عملنا الكعك مثلا، هذا عملناه بالزعتر، هو كعك فلسطيني وأردني يعني عنده تراديشنال، بس إحنا طورناه عملناه بالزعتر، أضفنا عليه الطحين عضوي، هو بدون حليب بدون سكر بدون خميرة، عملنا مكدوس زعترتي، كل إيش بنعمله بالزعتر طورنا، كل الأشياء بنستخدمها هاي كواليتي، ومستورد كمان أشياء من برا. يعني عملت كمان بروتين سناكس، هدول كلها بذورات عضوية بالميبل سيراب، هاي كمان مستوردها من برا لأنه أنا بحب نعمل أشياء وتكون بست كواليتي. حلو، يعني بست كواليتي واشياء صحيه بنفس الوقت. بدي اشكرك جزيل الشكر يعني على واشكر قطر كمان، واشكر عملائي بصراحه على السبورت اللي بعطوني اياها، وكل الشكر لكم. شكرا جزيلا لك. ودعونا هنا نقابل زميلنا اللي عم يشتري هون، حسن اهلا فيك. اهلا وسهلا. شو عم تشتري اول شيء؟ خبرنا. والله خبرنا اول شيء شو معك بالكيس. بالمبدا اول شيء اشكركم على هذه المبادره، انه احنا بوقت العمل ما نقدر نروح للمحلات ونشتري، ففتحت لنا المجال انه نشتري. انا اشتريت صراحه ورده، او مش عارف اذا راح تطلع هي، بس هذه الورده اللي عمرها طويل، انتبه ما توقع. لا هي ها شايف، هي ورده شو اسمها، كان الكرتون هاي ورد جوري. لا هي جابوها من فكره الاميره والوحش اعتقد. اي والله نفس مين الاميره ومين الوحش؟ زوجتي الاميره وانا الوحش اكيد يعني. فهي راح تروح للمدام ان شاء الله، وراح تكون يعني هديه جميله جدا. وكل عام وانتم بخير، جميع النساء بخير، وشكرا صراحه يعني اول كشك خلينا نسميه، او اول حدا يعني باع لنا الورود باسعار جدا ممتازه ولطيفه للموظفين. حسن يعني بوجودك هون اليوم، وحبيت انك يعني تتذكر زوجتك من هنا من هذه المعارض اللي بتجي من نساء عم يعملوا هيك مبادرات فرديه بيدعموا فيها اسرهم وبيدعموا فيها قضايا اخرى. لاي مدى بتشعر بانه مثل هذه المعارض ومثل هذه المبادرات مهمه فعلا لتدعيم يعني حقوق المراه وكل ما تنادي فيه يعني حتى مؤسسات دائما الحديث دائما عن حقوق النساء؟ حجاوبك جواب قد يكون عميق بس يعني بسيط. المبادرة اسمها هن، وهن نصف المجتمع، وهن كل المجتمع احيانا، صح؟ فهن يعني هذه المبادرة، هن تحديدا لما يكونوا هن يعني هي كل صناعتهن، فهمتني؟ فاكيد امي اختي زوجتي كل المجتمع، يعني هو يعني المرأة، يعني لولا المرأة انا ما وجدت، فيعني بالدرجة الاولى. ف اللي انت قاعد تقولي عنه حضرتك الحقوق والهاي، اكيد طبعا المراه لازم يكون عندها حقوق، لازم يعني كل الاحترام، كل يعني انه هي الام والاخت بالمبدا والزوجه، يعني لولاهن لما وجدنا نحن، فكل الاحترام. بدي اشكرك جزيل الشكر حسن يعني، وخلينا هيك نذهب ايضا الى هنا. يلا شكرا. شكرا لك. وهنا نهى يسري بوتيك نانو، اهلا وسهلا فيك نهى. اسمي نهى يسري، منتجاتي كلها صنع في مصر، مصرية من أيادي بنات، امرأة شغل كله يدوي، عبارة عن ديكوريشن للبيت، أغراض لرمضان. خبريني أكثر عنها، وهل هالتطريز يدوي قلتي لي؟
وعندي شغل الخشب والصواني كله يدوي، كله من ايادي امراه، هي النساء هم اللي عملوا بيشتغلوا الشغل اليدوي، وبدأ بقالي 6 سنين. ست سنين وحبيتي تعملي هالمبادرة لتدعمي فيها نساء مصريات، نساء بلدك. عم تكبر هالمبادرة، عم تلقى أيضا أصداء عندك بمصر وهون بقطر. أنت متواجدة بقطر؟ واجدة هنا في قطر، أنا ما بين مصر وما بين قطر. طبعا المبادرة يعني في ناس كتير بيعجبهم الشغل اليدوي أكتر، في الأغراض رمضان، الأغراض رمضان، الأغراض البيت، يعني بيبقى في بيشجعوا الشغل اليدوي أكتر. يعني خلينا هيك نلقي نظرة على هون، يعني تحدثتي هون عن بعض المطرزات، وهنا يدوي بالخشب والإزاز والكتابة، هذا كمان شغل برضو بالهاند ميد كله، وهي تعليقات خشب كله بشغل بالإيد، وعندي مفارش لرمضان، وفي المشرشف تطريز. يعني جميل جدا، ومتذكرة شهر رمضان، يعني اليوم نحن على أبواب هذا الشهر الفضيل، وهناك يعني هيك طقوس خاصة ربما بجمهورية مصر العربية بهالشهر الفضيل. شهر بالسنة كلها عند العالم كله، العالم العربي، فبنحب نكون نعمل ندخل البهجة في المنازل، وكل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير، بدي أشكرك جزيل الشكر. وأيضا ننتقل هنا إلى السيدة سمية مطلوع دار السامية المطوع، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا. يعني خبرينا أكثر، شو المعروضات اللي عم تقدميها؟ 100% أنا المصممة، الدار داري، ونشأنا منذ 2000 بالضبط، مشروع منزلي صغير. الفكرة كانت وراء أني أنا أصلاً ديزاينر، جزء من دراستي آرت، فبديت يعني طول عمري أنا أصمم ملابسي، وملابس مثلاً البنات عندي في العيلة. فكانت الفكرة أن الحمد لله أنشأنا هذه الدار بأقمشة جميلة بسيطة، كل التصاميم تنشأ من بيتي، وموجودة معكم اليوم في هالمشروع الصغير، في فساتين أطفال، وبعدين واكبنا فساتين أطفال بفساتين أمهات. يعني عندنا هني لاين في لبسة حق البنت وحق أمها. الفكرة كلها تدور حول أن احنا نلبس البنت، سواء كانت قطرية أو مقيمة، ملابس محتشمة. يمكن تلاحظين أن ملابسي دائما طويلة، مستخدم فيها خامات بسيطة قطنية، كلها مبطنة بطريقة أو بأخرى، بحيث أن تخرج البنت بأزياء جميلة وفيها تيست قطري. جميل جدا، كأنه في أشياء مستوحاة من الجرنقعو، كولكشن القرنقعو. هني عندنا هذه الالوان الزاهيه، دائما القرنقعو، تدرين ملابس الاطفال في القرنقعو دائما فيها قطع ذهب، فانا وفرتها للامهات تلبس بنتها قطع ذهب، حطينا الذهب منه في. لحظه، خلينا نخبر مشاهدينا بالوطن العربي، انا جديد هون بقطر وجديد تعرفت على القرنقعو، خبرينا عن القرنقعو اكثر. القرنقعو مناسبة تحدث في نصف رمضان، نحتفل بالأطفال يكونون صمون، يعني في أطفال يجربون الصيام لأول مرة، فنصف الشهر اللي هو ليلة 15 يوم 14، الأطفال كلهم يبتدون ملابس زاهية تراثية، ويبتدون يكافئونهم ببعض الحلويات وبعض الأموال أحيانا الحين استحدثت، وتصير لها احتفالات جميلة، ويزهون البنات كانوا قبل يلبسون ثوب النشل والبخنق اللي هو ملابس شعبية، اليوم يلبسون مثلا، شوفي هذه القطعة فيها زري، نحرص على الأشياء الزاهية الملونة، ويشاركونهم الأمهات بالملابس والذهب القديم، والأولاد يلبسون القحفية والصديري، ويبتدون يدورون من بيت لبيت يهنون بمنتصف، أن احنا الحمد لله وصلنا المنتصف، زائد أن احنا نعطيهم مكافآت لأنهم صاموا. هذه فكرة القرنقعو. يعني نعم، أنا معجبة جدا بهذه القطع المميزة بالحقيقة، ومعجبة بهالجهود يعني اللي عم تعمليها، وفعلا مميز جدا ما تقدمينه. اللهم لك. خلينا
طبعا نعم، نحاول بقدر الامكان نحن نوفر الملابس داخليا عندنا. بصج المشغل صغير ونطلع من المقاس، يعني من الموديل 5 مقاسات فقط، يعني انا الكابسيتي حق الوركر مش كثيره، ولكن الحمد لله نستطيع ان نكون في السوق القطري يعني مبدئيا بصوره مشرفه الحمد لله. نعم، هناك اقبال على هذه، يعني لانه عم تحكي انه باشياء تراثيه اكثر. نعم. وما بعرف قد الناس يعني عم بتحب التراث بعدها عم تقبل عليه. طبعا انا مثلا هالقطع اللي قلت لك الاماميه كلها القرنقعو، الخلفيه حق الاعياد حق الايام. شوفي مثلا انا استخدم انواع من الاقطان، مثلا عندي هذه حق الاعياد، عندي كولكشن خلفي للاعياد وامامي القرنقعو. اني تشوفيها القطع كلها، وانا صراحه يعني راجعه حق الستايل القديم شوي، القديم الاوروبي. يمكن تشوفين يقولون لي يعلقون علي ان استخدام الدانتيلات، بعيدا عن يعني بهرجه زايده، بس بحيث ان الطفله تكون لابسه مستمتعه. نعطي العيد حقه، نعطي الايام العاديه حقها، نعطي القرنقعو حقه، على حسب، والموضوع مواسم يعني. جميل جدا، وكل التوفيق لك بهالمبادره المميزه. أنا أبغي أشكر القائمين على هذا المعرض، معرض هن، لاهتمامهم بالمشاريع الصغيرة في قطر، سواء كانوا القطريات أو غير القطريات. هذا دعم جميل جدا نحتاجه. شكرا جزيلا. شكرا لك، وكل عام وأنت بخير بمناسبة يوم المرأة العالمي. شكرا جزيلا حبيبتي. هل بتوجهي كلمة للنساء العالم، نساء العربيات، شو بتحبي تحكي لهم؟ صراحة من هذا المقام أقول لكل نساء العالم في العموم، والنساء العربيات والمسلمات أيضا، ان احنا في خير عظيم. المطالب بحقوق المرأة خارج إطار العرب والمسلمين هي مطالبات ما تخصنا، احنا كرمنا ديننا وكربتنا عروبتنا الحمد لله. وأسأل الله عز وجل ان كل من عنده مشروع صغير او فكر حلو يتقدم الدوحة. طبعا احنا اليوم في الدوحة، والكلام للنساء في كل العالم، طول ما عندك نفس تواقة للنجاح وفكر جيد وقوة، إن شاء الله ستصلين إلى ما تحبين. بدي أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. شكرا لك. ودعونا أيضا هنا نذهب لعرض هيك يعني المبادرات الأخرى. هنا سارة اس كي جيفت، أعتقد هي يعني مبادرة لها علاقة بشهر رمضان المبارك، ويعني هذه أعتقد مبخرة جميلة جدا. هنا أيضا نشاهد هذه أيضا التنوع هنا الجميل بالورود فعلا، ويعني جميل جدا ما يعرض هنا بين الشوكولاتة وبين أيضا الورود. You have nice things. ومشاهدينا أيضا دعونا نقوم بعمل مقابلات مع يعني الحضور هنا من زملائنا، ربما اللي يعني بحبوا أنه هيك يشتروا من هالمعرض. يعني هون بعدنا هون مع زميلاتنا. هل اليوم حسيتوا انه في اقبال وفي هون من الزملاء بالتلفزيون عنا عم بيجوا بيشتروا من عندكم؟ الحمد لله الحمد لله، الكل داء وعجبه واشترى الحمد لله. نعم. حبيتي يعني حضرتك خبريني ايضا يعني عم تشوفي انه، لانه كان قبل قليل هون كان في يعني البعض عم بيجوا وعم بيشتروا، يعني خبريني اكثر. اي والله اخذوا، حتى الرجال اخذوا لاخواتهم وحبوا يجبروا هيك خاطرهم قبل رمضان. يعني بتعرفي هسه جاي علينا رمضان، ان شاء الله كل سنه وانتم سالمه، وان شاء الله ربنا ما بيجيب رمضان الا وغزه ان شاء الله متحرره يا ربي. فيعني الحمد لله. اه والله الحمد لله اشتغلنا هيك الحمد لله. اليوم هيك كنت حابه اسال كمان وارجع اسال عن كلمتكم بمناسبة هذه المناسبة يوم المرأة العالمي، كلمتكم للنساء العربيات، شو بتوجهي لهم كلمة؟ يعني هلأ أهم يعني أكيد أول شيء الله يخلينا كل أمهات، وخاصة أميات أهل غزة، خاصة في هالمحن اللي هلأ عم بتصير فيهم صراحة. يعني اللي صار فيهم يثبت أنهم عن جد أميات فاضلات. يعني الوحدة لما تفقد ابنها وعز شيء بقول لك مش خسارة بربنا، فهمتي علي؟ فهم عن جد إحنا عم نتعلم الأمومة منهم. فعن جد كل عام والاميات بالف خير، والاميات اللي بيشتغلوا كمان، ويا رب يغير علينا هالحال لاحسن ان شاء الله. بدي اشكرك جزيل الشكر. هناك ايضا لدينا زملاء لنا، معقول نقدر نحكي مع حدا منهم؟ اذا اشترى حدا منهم
يا شباب خبرونا شو اشتريتوا؟ تفضلوا توني، خبرنا شو اشتريت. هون احد زملائنا، تفضل توني. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. يعني عم نشوف هيك زملائنا هون كانوا عم بيشتروا قبل قليل، وكان في اقبال على كثير من المنتجات دعم للمراه بيوم المراه العالمي. اشتريت ولا بعد؟ انا بعد ما اشتريت، بس جايين هلا لنشوف، واكيد رح نشتري. يعني نحن بندعم المراه بكل المجالات، خاص كيف بهذا النهار. المراه هي بنتنا، هي امنا، هي زوجتي، هي يعني بهالمناسبة بعيدكم، بعيد كل الزميلات، وأكيد أكيد بدنا نشجعهم. هل بتشعر إنه فعلا هالمبادرات بتدعم المرأة، بتدعم المطالبة بحقوقهن؟ أكيد أكيد بتدعم، أكيد. حيلا مبادرة قد ما كانت صغيرة بتدعم، بتوصل الرسالة، بتوصل الكلمة، ونحن يعني ضروري نشارك بالدعم. بدي اشكرك جزيل الشكر توني. ينعاد عليك، ينعاد على زوجتك، وعلى على كل رجل ايضا يقف الى جانب المراه. اكيد اكيد. شكرا. شكرا لك. ومشاهدينا، يعني هذه مبادره هن بهالتنوع الكبير جدا، وفعلا جميله، ويعني بنتمنى كل التوفيق لكل النساء في العالم، ويعني دائما انه يقدروا انه ياخذوا حقوقهم. و تمنياتنا أيضا لنساء غزة ولكل أهلنا بفلسطين بالسلامة والأمن والأمان يا رب. نعود إلى زميلي أمين. أمين، هل تسمعني؟ إن شاء الله يا هبة. شكرا، هذا اللي نتمناه طبعا في اليوم العالمي للمرأة، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبطبعا هذه المبادرة، نتمنى السلام لكل نساء فلسطين وكل نساء غزة، خاصة فيما يمرون به، نساء السودان، كل النساء حول العالم.